النهارده عندنا في الورشة هنشوف شنط سواري، حاجات مختلفة جدا وحاجات معمولة بالكريستال الراقي جدا. والنهارده ضيفتنا دكتورة حنان كامل، مؤسس مشروع مسرة باي حنان كامل لتصميم وصناعة حقائب المناسبات. اهلا، ازيك؟ حضرتك دكتورة في علم الاجتماع، مظبوط. ايه بقى علاقة علم الاجتماع بشنط السواري؟ بص، هي حكاية طويلة شوية. احكيها لنا. يعني هو انا اصلا خريجة ألسن ألماني، ومن الناس اللي بحب الدراسة، يعني ما بعرفش اقعد ساكتة. فاتخرجت، اشتغلت سنة او سنة ونص، وبعدين اتجوزت. وانا كنت واخدة قرار ان انا يعني وانس ان انا اتجوزت وخلفت ههتم ببيتي وبابني، لان انا من الامهات اللي بيودوا تمارين بقى وارت وميوزك وحاجات زي كده، وما كانش في فرصة ساعتها ان انا اكمل في الشغل بتاعي. وما كنتش عايزة اقعد، يعني انا من الشخصيات اللي ما بحبش اقعد، فقلت خلاص هشتغل. اشتغلت سنة ونص وبعدين اتجوزت وخلفت وقعدت مع. عايز اسالك، اشتغلتي باللغة الألمانية؟ لا، يعني دخلتي ألسن ألماني ما استفدتيش أي حاجة؟ ما استفدتش، لأن ساعة لما اتخرجت كانوا طالبين في كل الأشغال اللي قدمت فيها سنوات خبرة، ودي كانت حاجة غريبة جدا بالنسبة لي. طب أنا هجيب منين الخبرة وأنا لسه متخرجة؟ وأنا شخصيتي ما بحبش أقعد، فاشتغلت قلت حاجة مؤقتة لغاية لما تجيلي حاجة. عايز اسالك سؤال، معلش، عشان يعني قبل ما تخشي كلية ألسن ألماني ما سألتيش سوق العمل متطلباته ايه، وعشان تشتغلي باللغة اللي انت درستيها دي في السوق هيحتاجوا منك ايه؟ او يعني انت جبتي مجموعة عالية رحتي داخل على طول ألسن ألماني من غير حتى ما اللي حواليك يسألوا لك طب هنشتغل ايه بعد ما نتخرج؟ هو في الحقيقة انا ما كنتش عايزة ادخل اصلا ألسن ألماني، انا كان مجموعي كنت حاطة في بالي ان انا عايزة ادخل طب اسنان، كان حلم حياتي طب اسنان. وبعدين جبت مجموع طب اسنان بس كان في محافظة، وبابا من الشخصيات المحافظه جدا فقال لي لا، مش هيبقى مناسب لينا ان احنا ان انا اقعد في محافظه تانية ادرس طب اسنان. فخلاص، ايه اقرب حاجه؟ ماشي، انا بحب اللغات. طب استني هتوقف معاك عند حاجات كتير. لا قول. بابا حضرتك يعني طبعا ان انت من عيله محافظه وكل ده يعني حلو، بس انت حلمك طبيبه اسنان، معقولة؟ وهو أكيد مربي وعارف بنته أخلاقها إيه وسلوكها إيه، ما قعدتيش تتناقشي معاه؟ لا، ما أنت مربيني كويس. طب ما هو الموضوع ملوش علاقة بالتربية، هو الفكرة إنه مش عايز يرهقني ويتعبني، لأن أنا كان جايالي طاقة. بنتي كان هيبقى على قلبك زي العسل الإرهاق والتعب، لأنك بتدرسي حاجة أنت بتتمنيها أو أكيد. في حلم معين أنت عايزة تعمليه. أنا عايزة. بقول لك عارفة ليه الكلام ده؟ عشان بس الأهالي اللي شايفيننا. يعني أنت ده ممكن تكرريه مع ابنك؟ هو مش هكرره، بس أنا عايزة أقول لك على حاجة. في حاجات بتبقى في الحياة قدرية جدا، وبتبقى بتترسم لك وأنت مش فاهم ليه، وبتحصل فتكتشف في الآخر إن هي كانت خط مرسوم لك في حاجة تانية خالص. طب بس انت لو كنت دخلتي طبيبة اسنان كنت هتبقي مبسوطة جدا في حياتك برضه، وممكن ما كنتش هبقى مبسوطة. ممكن. بس كان هيبقى اختيارك انت. حقيقي. ما اختياراتنا احنا مسؤولين عليها. حقيقي. انك ان حد يختار لنا. بص، انا عملت اللي عليا، انا قعدت اتناقشت معاه، وبابا كان على فكره بابا معاه 2 دكتوراه، يعني مش من الناس اللي هي لا، بس هو طبيعته وشخصيته محافظه وبيقلق جدا. انا يعني وقتها انا كنت بنوته الوحيده وفي ولدين، فكان بيقلق عليا جدا وبيخاف عليا جدا، مش عايز يرهقني ومش عايز يتعبني. فمن وجهه نظر وقتها، في وقتها، ان لا، الافضل ان تبقى الجامعه او الكليه اللي هدخلها تبقى في القاهره علشان يبقى الدنيا اسهل. بس انت عندك بنت ولا ولد؟ انا عندي ولد. هتعملي معاه كده؟ هو انا هو اوريدي في الجامعه. ابنك في الجامعه؟ شكلك صغير قوي. عملتي معاه كده؟ خالص. انا عايزه اقول لك، وانا قلت له لو عايز تدخل اي حاجه اعملها طبعا، يعني انت اللي هتكمل طريقك. بس تفتكري لو كان عندك بنت كنت هتعملي معاها كده؟ ما كنتش هعمل معاها كده، بس لو كان هيبقى سفر بره اكيد كنت لا هفكر كتير، لكن طالما في مصر خلاص اتس اوكي يعني. اوكي. طيب كملي. معلش، عمال لسه ما كناش كل ده على الشنطه. فدخلت ألسن ألماني وخلاص اتخرجت. ما فيش، لما اتخرجت انا كنت بفرق كتير جدا، انا عايزه اشتغل مش عايزه اقعد. فما لقيتش في وقتها، ما كانش فيه بقى المجالات المفتوحه بتاعه دلوقتي، وحد يكمل ياخد كورسات ومش عارفه. طب مش قادره امسك نفسي. لا قول لي. كنت عايزه تبقي طبيبه اسنان. حقيقي. من طب اسنان لألسن، يعني ألسن دي بيخشها في الغالب ادبي. ايوه. ما فكرتيش مثلا تخشي صيدله؟ لا خالص، انا ما بحبش الصيدله. علوم؟
لا 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 خالص. اوكي. هو انا عايزه اقول لك على حاجه، هو مش بشكر في نفسي بس انا شاطره، بتحط في اي حته بشتغل. ما اوكي. فبحب التعليم، يعني انا من الناس اللي ما بحبش ابقى قاعده ساكته، بحب اطور نفسي باستمرار. طيب دخلنا ألسن وخلصنا ألسن، ما استفدناش بألسن، واشتغلتي شويه واتجوزتي، خلفتي، قعدتي في البيت. قعدت في البيت. بعدين؟ بس لما قعدت في البيت قلت ايه ده، هو الدنيا هتبقى كده خلاص، انا قعدت في البيت وهيبقى تمارين وبعدين عايزه اقول لك ان الحمد لله كان عندي سبورت كبير في البيت. لا اعملي اللي انت من عايزاه. جوزك؟ طبعا الحمد لله. ف مهندس كمبيوتر، فقال لي طب خلاص شوفي انت حابه ايه وانا معاكي. قلت له لا انا حابه ان انا اكمل دراسه. فقال لي طيب. ففكرت طب اعمل ايه، اخد ماجستير. فخدت ماجستير في ايه؟ فما هو الكليه اللي انا دخلتها اسمها كليه الدراسات والعلوم البيئيه، بندرس فيها علم اجتماع وعلم نفس. ده بعد ألسن بقى؟ وبعد ألسن اكتشفت باي ذا واي ان انا بعشق علم الاجتماع وعلم النفس، ويمكن لو كنت درست علم اجتماع وعلم نفس وانا في ثانوي كان مصاري اتغير تماما. اوكي. فخلصت الماجستير وستيل حاسه ان انا ممكن اعمل حاجه. انا كل يوم كنت بكلم ماما، ماما انا حاسه ان انا طاقه مهمه. طب عندي استفسار معلش. اتفضل. هو حضرتك ليه درستي علم نفس وعلم اجتماع اصلا؟ عشان تشتغلي بيهم، ولا انت عايزه تبقي اكاديميك وخلاص، عايزه تاخدي دكتوراه يعني اللي هو حاجه كبيره قوي؟ عشان ايه؟ ايه الهدف؟ بطور نفسي. انا ما بحبش اقعد، انا مش من الستات اللي هقعد في البيت وخلاص بقى يعني ركنت بقى هقعد في البيت. لا انا عايزه دايما ببقى بفكر، دايما بيبقى في مجال بدرسه. طب عندي معلش، لما درستي علم نفس وعلم اجتماع ما فكرتيش تشتغلي معيده في جامعه، تشتغلي بتدي دروس خصوصيه للطلبه اللي بيدرسوا الحاجات دي؟ هو في وقتها انا ما كانش ده مجال تفكيري. انا كنت حاسه ان في دايما، كنت كل يوم الصبح بفكر في حاجه انا هعملها بس مش عارفه هي ايه. بس يعني في حاجه هتتعمل بس انا مش قادره اعرف هي ايه وامتى وازاي. يعني انت كده حضرتك درستي ثلاث حاجات بس ما اشتغلتيش بيهم؟ لا ودرست حاجات تانية كمان. انا معايا دبلومه فوتوشوب وواخده كورس تصوير وعندي ميني استوديو في البيت. دول تلاقين على الشغل ده وقتها ما كانش فيه الشغل ده. فانا بس انت يعني درستي طب انت فاكره حاجه في اللغه الالمانيه دلوقتي ولا نسيتي؟ هو اكيد اللغه بعدم الممارسه بتموت طبعا. يعني درستي الماني وعلم نفس وعلم اجتماع واخدتي في علم الاجتماع دكتوراه. يس. بس ما تشتغلتيش بالثلاثه؟ لا بس فرقت بقى معايا، انا بعشق علم الاجتماع وعلم النفس، بحبهم بحبهم فعلا يعني. ومن الحاجات اللي بتبقى مثيره بالنسبه لي ان انا اقعد بشوف الـ 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 الناس وليه بيعملوا كده. ليه فكرتي تدرسيهم اصلا؟ يعني الـ 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 النقطه جت امتى؟ قلتي انا هدرس علم اجتماع، كان في سبب ما؟ هو بابا زي ما قلت لك هو معاه 2 دكتوراه، واحده في التربيه الرياضيه وواحده في نفس الجامعه اللي انا خدت منها الماجستير والدكتوراه بتاعتي. فانا شايفه الحاجات اللي هو بيدرسها وحاسه ان هي بالنسبه لي في مجال اهتمامي. وليا واحده صاحبتي برضو دخلت نفس الجامعه وحسيت ان لا طب انا الموضوع ده مستهويني جدا. ما فيش حد من حواليك اصحابك من العيله قالوا لك هتقعدي تدرسي كل ده وتصرفي كل ما دي فلوس؟ انا صرفت فلوس كتير فعلا جدا. هتصرفي كل ده وفي الاخر ما من وجهه نظر الناس مش من وجهه نظرك انت، ممكن يبقى من وجهه نظر استفدتي. بس انا ماليش دعوه بالناس. ما برافو عليكي. طبعا. يعني انا مالي، انا الفكره ان دي حاجه بسطاني ومريحاني وفي سبورت الحمد لله. علم النفس وعلم الاجتماع خلوكي كزوجه وكأم تتعاملي باسلوب مختلف مع جوزك وابنك؟ بص انا بقيت متفهمه جدا جدا. قبل كده لما كنت بشوف حاجات يعني بص يعني الامهات بتعملها ببقى مستغربه، طب انت ليه بتزعقي مثلا؟ انت ليه طب ما انت ممكن تفكري او ممكن تتناقشي. فانا بالنسبه لي انا كنت بقعد اتناقش ممكن بالساعه لغايه لما نوصل لبوينت ان خلاص الموضوع ده احنا وصلنا فيه لحاجه نقطه التقاء. بس والفكره ان احنا بقى ايه زي ما بيتقال وانس اند فور اول، خلاص احنا قعدنا الساعه دي مش هنكرر الساعه دي في الموضوع ده، ممكن نكرره في حاجه تانية بس اتس اوكي. احنا خلاص انا يعني بالي طويل. ففرق لا طبعا معايا جدا، يعني فرق جدا معايا. اوكي. طيب نقطه بقى ايه عصرتك في الاخر؟ خالص. انت جاي تتقلي على الشغل تسالتي؟ لا خالص. انا عايزه اقول لك حاجه، انا مبسوطه ليه؟ لان انا حاسه ان انا من مكاني ده هدي مسج لكل ست، رساله لكل لكل ست، علشان عايزه اقول ان مش بالضروره اللي ما لقيتش الكارير بتاعها في الاول او ما مشيتش في كارير منتظم من الاول، في شغل منتظم او شغل منتظم من الاول، يبقى كده خلاص انت دنيتك اتقفلت بقى ومش هتعرفي تعملي حاجه جديده. صحيح. طب موضوع الشنط بقى جالك ازاي؟
انا بعد لما خلصت الماجستير، نزلنا في الانستجرام والفيسبوك. اتفضلي. انا بعد ما خلصت الماجستير حسيت ان انا واحد فيهم الاول. انا خلصت الماجستير بقى لسه ما عملتش الدكتوراه. اوكي. ففي وقتها حسيت ان كل يوم الصبح كنت بكلم ماما اقول لها ماما انا حاسه ان انا طاقه مهدره. تقول لي ايه يا بنتي الكلام الصعب على؟ اقول لها لا حاسه ان انا ممكن اعمل حاجه بس مش عارفه اعمل ايه. تقول لي فكري، طيب شوفي انت ممكن تعملي ايه. فقررت ان انا هجرب حاجات كتير. وقتها كان ابتديت اخد كورس في التصوير، ولقيت ان هو مستهويني جدا، واشتريت كاميرا وابتديت كل مكان بسافره بصور لاندسكيب وابقى مستمتعه جدا وانا بصور. وبعدين فكرت ان انا ممكن طيب اطور الموضوع شويه، ليه ما اصورش مثلا اطفال، وخاصة ان في وقتها وقت لما انا ابتديت ما كانش الموضوع ده لسه منتشر. وبعدين قلت طب خلاص انا ممكن كمان اصور منتجات، وعملت ميني استوديو عندي في البيت، جبت عدة اضاءة وابتديت فعلا اشتغل في المجال ده. حصل ايه بقى؟ جت الكورونا. طبعا الدنيا وقفت. بس جت وش السعد على ناس كتير على فكرة الكورونا. في ناس كتير اكتشفوا ذاتهم في ايام الحظر التجول. انا منهم الحمد لله. انا كنت من الناس اللي كانت عارفه ان اغلبيه الناس بتجيلي فكره الورشه كده ابتدوا في الكورونا. عايزه اقول لك هو يعني هو بتبقى فيه بقى في الدنيا فاضيه، فبتبقى عندك القدره انك تفكر اكتر، تركز اكتر، تعرف انت ممكن تكتشف نفسك. يعني انا كنت بعتبرها ان دي فتره اكتشاف ليا. يعني المهم بعد ما خدت التصوير وابتديت كورس التصوير وورك شوبس كتير وابتديت اشتغل، حصلت الكورونا والدنيا قفلت، وانا كنت من الناس اللي قفلت على نفسي تماما. قعدت سنتين تقريبا كنت ملتزمه جدا، يعني كما قال الكتاب يعني. فقلت طب خلاص، طب انا مش هعرف اقعد ساكته، طب اعمل ايه؟ كان وقتها ابتدت الكورسات تبدا اونلاين، فخدت دبلومه فوتوشوب وابتديت اشتغل بيه، وحسيت ان هو لمس حته جوايا انا ما كنتش عارفاها. اللي هي الفن. بس احنا لسه هنا ما قررناش موضوع الشنط، كنا لسه لا خالص. لسه. وبعدين بعد لما خدت الفوتوشوب واشتغلت برضو بيه، ابتديت اصور وابتديت اعمل تعديل للصور بتاعتي من خلال الفوتوشوب اللي انا خدته، والدنيا ابتدت تظبط. وبعدين حصل ان ماما اصلا خريجه فنون تطبيقيه. اوكي. وهي ست فنانه جدا، جالها كورونا، فانا خفت عليها قوي ان هي تتاثر، لان هي ست هايبر اكتيف جدا، يعني نشيطه قوي. فقلت لها طب تعالي تيجي نعمل انا وانتي مشروع نبداه، وانتي تشتغلي وانا اسوقه لك. طيب خلاص اوكي، طب ممكن نعمل ايه؟ وقتها برضو قدرا كان في مناسبه عندنا في العيله، نزلت علشان ادور على شنطه سواريه انا وكل البنات في العيله، ما لقينيش. اتفاجئت، ايه ده، معقوله ما فيش شنط سواريه؟ طب ازاي؟ في افكار كتير، وبعدين انا كمان الفوتوشوب كان نافعني ان بعمل تغذيه بصريه طول الوقت. فقلت طب خلاص ماما انا عايزاكي تعملي لي شنطه، وحطيت لها الديزاين بتاعها، اعملي لي الشنطه. عملت الشنطه ولبستها وكانت تحفه. بس عملتها بقى ازاي؟ ده الشنطه دي عايزه الماتيريالز بتاعتها او الخامات بتاعتها، نزلت قماش واكسسوارات وشغل والمقص، حاجات كتيره جدا، وهي عملتها بايديها، هي اللي خيطتها كمان. لا، هي احنا جبنا الشنطه معموله، الشنطه كانت وانتوا حطيتوا عليها حاجات، وحطيت عليها حاجات، بس انا اللي كنت عامله الديزاين. اوكي، فهمت. وساعتها انا خدت قرار، قلت لها طيب تعالي انت تشتغلي وانا هعمل لك ماركتنج. اوكي. فانت بقى يعني الشنط دي كلها بتكون شنط جاهزه، حد بيعملها لك وانت بتشغليها بعد كده؟ بشتغل عليها بالظبط. بتشتغلي بايديكي بالظبط؟ هي بتيجي ساده خالص. انت ومامتك؟ لا انا بس. اوكي. طب مامتك راحت فين؟ ما انا هقول لك بقى. الموضوع كان في الاساس زي ما قلت لك ان هي ماما اللي هبدا لها المشروع ده عشان هي نفسيتها ما تتعبش وكده. وبعدين ابتديت قلت لها طب ماما انا هحط الديزاين وانت تعملي الشغل. فقالت لي لا بس انا مش عارفه الافكار اللي انت بتقوليها دي غريبه قوي، يعني انا مش هعرف اعملها. فقلت طب خلاص، قلت لها طب اجرب. قالت لي طب ما تجربي، ايه المشكله؟ فعايزه اقول لك كاني برسم لوحه فنيه. الحاجه اتحطت قدامي، حسيت ان انا كاني كنت عارفه الكلام ده من زمان، مع اني ما اتعلمتش من حد حاجه. اوكي. طب تعالي بقى نتفرج على حاجه وانت قاعده. اوكي. انا هقوم بقى اتفرج. ايه مشاهدينا، انت مسميه قلنا البراند الخاص بيكي مسره. اوكي. دي بقى الشنط، دي بقى فيها كل الحاجات بالظبط. اوكي. اعتقد البنات الصغيرين شويه هيعجبوا حاجه زي كده. هو انا عملت الشنطه دي بالذات فيها ميكس الميتال مع الكريستلز مع اللولي علشان تليق على اي حاجه. أوكي. انا قررت ان انا اكسر تابو ان الشنطه الصغيره تتمسك مره واحده بس. هي دي زي الكاميرا بالظبط. اوكي. هو يكون جواها في كاميرا بتصور. لا، الكاميرا عندكم انتوا بقى. اوكي. ودي هنا برضو بتتفتح كده اهو، بتتفتح ازاي كده بالظبط. اوكي. شنطه صغيره لطيفه جدا،
ودي العلب اللي بتبيع فيها الشنط، ها؟ بالظبط. اوكي، وكل الكريستال ده كله مصري؟ كله مصري. وهنا برضو دي اللي كانها زي الفيونكه. طب هنا بقى الشنطه دي جايب الفيونكه دي وانت شغلتيها، ولا انت اللي عملتي الفيونكه كلها؟ لا، هي اللي جايب الفيونكه وانا اللي اشتغلت. اوكي، ده الشنطه كلها شغل. وفي هنا بقى اللي بالفصوص الكبيره. احنا كمان ممكن ان احنا نعمل شنط كاستمايزيشن، يعني مش شرط الشنط بالطلب. بالطلب يعني ممكن حد يطلب حاجات معينه وتنفذيها. بالظبط. اوكي، يعني عايز اشوف اللي هناك، دي فظيعه. الحاجات برضو اللي فيها نوعيات مختلفه من الشغل مختلفين قوي. دي شنطه تنفع بعد الظهر مش بس صواريخ، علشان هي متل كلها. على فكره ممكن تمشي على جينز. طبعا طبعا، هي واللولي كمان بتمشي واللولي على جينز. حلو قوي. وهنا برضو دي. طب ما فكرتيش تعملي، ما دام انت عندك الباشن، الشغل تحفه بصراحه، ما فكرتيش تعملي على تطرزي ده على جاكيتات مثلا، جاكيت، فستان، يعني تخشي بقى في حاجات تانية؟ بص، انا مقتنعه بالتخصص. يعني انا ده مجالي، في ناس شاطرين اكتر مني ممكن يعملوا ده. اوكي، وهنا بقى دي انت هنا مستخدمه ده مش كريستال، ده سلاسل فيها الماس. اوكي، وهنا دي دول فالنتاين خالص، دول دي ابليكات متثبته مع الشغل. اوكي، ده ايس كريم بالظبط. ودونتس تقريبا، ودول على حاجات الجينز برضو هيبقى. طب في برضو واحده لفتت نظري اللي هي دي، هو اللولي ده معاه ايه؟ ده زلط؟ لا، ده لولي حر. ها؟ ومعاه اللي هي القواقع متكسره. لا بس مش هنقول عليه لولي حر، اصل لولي حر يعني معناها دي بمليون جنيه. الجزء البوكيه ده كله لولي حر. لا، مزروع. مزارع. مزارع. مظبوط. مزارع. مزارع. هي دي تنفع بقى لبعد الظهر، او لو سحور في رمضان، حاجه بسيطه مش لازم تبقى حاجه يعني جراند سواري. اهي، ومعاها السلسله بتاعتها، شيء لطيف جدا. طيب عندنا ايه كمان؟ هنا بقى اللي بالريش. دولت بنوتاتي قوي برضو. والريش ده من مصنع عندنا هنا في مصر رائع. ده ريش نعام كله، ها؟ ريش نعام طويل. بيتعمل مخصوص بالطلب علشان الشنط. وبتصبغي بقى بالظبط، بالالوان اللي انت عايزاها. بيتعمل بيتصبغ. اوكي. شوفوا بقى الكولكشن تحت اهي، اشكال والوان. حطوا لنا الانستجرام تاني عشان نشجع الصناعه المصريه الحلوه بتاعتنا. الانستجرام انت انستجرام وفيسبوك؟ انستجرام وفيسبوك. وعايز اشوف دي كمان، دي حلوه قوي. دي بعمل منها كمان الوان كتير. دي؟ فظيعه. كنت بعمل منها اخضر في تركواز في ازرق، بتبقى رائعه برضو. وطبعا جوده كل الكريستال ده مصري، ها؟ مصري 100%. حلو جدا جدا جدا. وهنا برضو في دي كلاسيكيه وشكلها كلاسيكي. تحفه. انت شرفتيني النهارده، نورتيني بجد. ميرسي. والشغل حلو، وسلمي لي على العيله الجميله كلها. ميرسي. انا بس حابه ان انا اوجه، قولي اللي انت عايزاه. رساله للستات بجد، ان ما تحسيش انك لو ما اشتغلتيش على طول بعد ما اتخرجتي ان خلاص كده الدنيا قفلت. حاولي واسعي، والموضوع زي بازل، حته من هنا وحته من هنا، حتى لو مش مربطين ببعض، في الاخر هيدوكي صوره انت ممكن ما تبقيش شايفاها دلوقتي، بس هتوصلي لحاجه بعدين. صحيح، عندك حق. هسألك سؤال، البروش اللي انت لابسه انت اللي عاملاه؟ لا، مش انا اللي عامله، بس انا عايز، انا مصر ان انت مع الشنط تعملي اكسسوارز. على فكره انا كنت عامله بروش بالالماس كله، بس كنت عاملاه هديه لحد، بس ما اشتغلتش فيه. لا لا لا، لازم تعملي اكسسوارات، ولازم تعملي حتت كده جاكيت ومشغوله يعني. أوكي. المره الجايه. طب انا عايز اعرف رايك، ايه رايك في الحاجه؟ لا، حلو قوي طبعا، حلو جدا. شرفتينا. انا اتشرفت بيك. اهلا وسهلا بيك. أهلاً يا دكتور بيك. دكتور حنان كامل، مؤسس مشروع مساره باي حنان كامل لتصميم وصناعه حقائب المناسبات، كانت معانا النهارده. خلوا عامله منتج مصري راقي جدا. خلونا نشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم مع ايناس ثروت. خليكم معانا لو سمحتوا.